أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. فاجعة بإقليمية الناظور، غرق 5 أشخاص في يوم واحد بشاطئ رأس الماء. مرة أخرى سقوط 40 من فوق قنطرة غير مسيجة بزيو وإصابته بشكل خطير. رياضيا، جلالة الملك محمد السادس يستقبل العداء البقالي بعد إنجازه التاريخي في أولمبياد باريس. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية بهذا الخبر. لقي 5 أشخاص مساعهم غرقا بشاطئ رأس الماء أمس الأربعاء. الفاجعة شهدها شاطئ قوم باز برأس الماء بإقليم الناظور. وفي التفاصيل، تعرضت فتاة ووالدها الذي كان يشتغل أستاذا بمؤسسة التكويني المهني بمدينة العيوي للغرق، فيما الضحايا الثلاثة الآخرين وهم شباب في مقتبل العمر كانوا في رحلة استجمامية بشاطئ مالت قبل أن يتعرض للغرق جميعا، فيما نجا شخص رابع كان برفقتهم وينحدرون من جرادة وجرسيف. وإلى الخبر المحلي، شهدت إحدى القناطر المتواجدة بشارع الانبعاث على مستوى حي النهضة بمدينة زايو حادثا وصف بالخطير تمثل في سقوط 40 من فوق قنطرة غير مسيجة، ما أدى إلى إصابته بشكل بليغ. ووفق مصادر من عين المكان، فإن الشخص البالغ من العمر 45 سنة كان على متن دراجته النارية قبل أن يفقد توازنه. الحادثة أدت إلى إصابة الضحية على مستوى الحوض والصدر، حيث تم نقله على متن سيارة إسعاف تابعة لمركز الوقاية المدنية صوب مستشفى القرب بزايو قبل أن يتم نقله صوب المستشفى الحسني بالناظور خطوة الإصابة. هذه الحادثة تأتي في سياق مطالب ساكنة مدينة زايو بضرورة بناء سياجات حديدية واقعة على جنبات القناطر لتفادي المخاطر المحدقة بالمواطنين. ونختم بهذا الخبر الرياضي. استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان العداء سفيان البقالي الذي توج بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة دورة باريس 2024. وبهذه المناسبة وشح الملك سفيان البقالي بوسام العرش من درجة قائد. ويأتي هذا الاستقبال عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه العداء المغربي خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، حيث تمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة طوكيو سنة 2020. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.